فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، طيب، حتى تصل الأسئلة أتحدث عن مواصلة العمل بعد المواسم الطيبة. لا يخفاكم بأن الله جل وعلا شرع لعباده مواسم للخيرات يزداد بها الإيمان ويقوى بها اليقين وتتم بها العبادة ويحصل فضل الله جل وعلا على خلقه وعباده، ولذلك المسلم مطالب بأن يستمر في العمل الصالح ولا ينقطع، لقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت، والمقصود بأنه ليس دون عمل الإنسان غاية دون الموت، ليس لعمل الإنسان غاية دون الموت. صحيح بأن الله تعالى جعل مواسم للخيرات، لكن هذا لا يعني بأن الإنسان ينقطع عن ذلك، ويكفي الإنسان يعني لو يعني أراد أن يستثمر ويحتبل فرصة العمر أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من الاستغفار، فإن هذا سبب من أسباب حط الخطايا، سبب من أسباب نفي السيئات، وسبب من أسباب رفعة الدرجات. وقد سهل الله جل وعلا الذكر على اللسان، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وامتدح الله الذاكرين والذاكرات، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمقصود أن الأعمال ليس لها حد وليس لها حصر، وينبغي على الإنسان أن يكون بصيرا في حاله وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله وأن يستثمر لحظات العمر التي توصله إلى الله. طيب، نأخذ هذه الأسئلة. فضل أخت انتصار. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسلمك. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، أنا بس عندي استفسار، أنا شقتي قريبة للمسجد. إيه؟ قريبة للمسجد، مقابل المسجد يعني، وهذا المسجد أنا بصلي فيه في رمضان في التراويح، ما فيه صلاة للحريم إلا في رمضان، بيصلوا كده المسجد بيعملوا للتراويح. نعم. ويعني أنا كنت بسمع كل الصلوات في شقتي، بسمع كل الصلوات وبسمع كل التكبيرات وحتى التسليم بتاع الإمام بسمعه يعني. نعم. فيجوز يعني أنا أصلي جماعة ورا هذا الإمام، لأن أنا عارف الموقع بتاع المسجد يعني. طيب طيب، سؤال آخر انتصار. جزاك الله ألف خير. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل أم محمد. أم محمد تفضل. أم خالد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. العافية. عافيك، مرحبا. دكتور، عندي سؤالين وفي تنويه. تفضل. بدي أبدأ بالتنويه. الله يبارك فيه، المخرج سهوا بحط الإعادة لتوقيت خطأ. صحيح 6:30 وعندك إعادة، الله يجزاك الخير، والقناة الساعة 11:30 كمان للاستفادة للجميع. 11:30 صباحا ها؟ ايه، عندك إيه. إعادتين يا شيخ منورنا الحمد لله، 6:30 و11:30. طيب، هم سهوا حرام مش حاطين التوقيت صح. طيب طيب، يسمعونك ان شاء الله، شكرا. السؤال الاول دكتور، بالنسبة لو سيدة عندها ألم في القدمين، ايه، في العمرة اضطرت لأن تلبس حذاء نظيف طبعا خاص بالسعي والطواف، هل فعلها هذا صحيح؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني طبعا دكتور، احنا متعودين نستقي فقهنا، الله يجزاكم الخير، من علماء سعوديين او علماء الازهر. لو عندي 2 عالمين ذا ثقة وما شاء الله 2 يعني علامة في الفقه، وواحد افتى بمسألة واحدة عن اللي هي قضاء الصلوات الفائتة مختلفة عن الاخر، انا مين اتبع؟ نعم حضرتك، هذا هو السؤال. طيب، ابشر يا ام خالد. دكتور، اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا. تفضل ام سالم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا بدي الصحة واجبها. أختي مساء، وارفع الصوت تكرما. بنتي يا شيخ تقصح واجبها، يعني من بداية الحاجبين عند الشعر أطول عن مستوى الحاجب. نعم. فهي تقصهم يعني بس قص عشان يترتبون يكون نفس الطول يعني كل الحاجب. طيب يا مسهلا. أي نعم. يا شيخ، أنا من حوالي 24 سنة أول مرة كنت أروح العمرة. أي. فأثناء السفر كانت يعني عندي الدورة. نعم. هناك في مكة يعني بعد الغسل رحت اعتمرت، فلما رجعت الفندق شفت أن لسه يعني ما طهر. شو الحكم؟ هذا قبل كم؟ 24 سنة؟ هي من زمان يعني أول ما اعتمرت. واعتمرت بعدها يعني أنا حجيت واعتمرت. اعتمرت كثير وحجيتي ها؟ هي بعدها. طيب ما سألتي أختي قبل هذا؟ ليش ما سألتي ذيك الساعة؟ ما سألت يا شيخ، كنت صغير يعني في عمري 15 16 سنة. ها طيب يا مسالم، تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ، أنا عندي صيام قضاء من رمضان، بس أبا أحب أصوم 6 من شوال. إيه. بس شيخ يعني كيف أسوي؟ أصوم القضاء قبل بعدين شوال؟ طيب يا أم محمد. إيه. تفضل أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ دي سؤال. سؤالين على صلاة الآيات مع الخسوف الشمس كسوف هذا. صلاة إيش؟ كسوف القمر الرياح الأمطار صلاة الآيات. صلاة العيد؟ صلاة الآيات. هل يجوز واحد يصليها خسوف القمر كسوف الشمس؟ ها صلاة الكسوف قصدك؟ إيه. إيه طيب. هذا السؤال. والسؤال الثاني كنا يعني قبل من يلبس ربطات بأيام الثمانينات والسبعينات بعدين لبسنا بالتسعين، زين شلون هالصلاة راح تصير؟ ما تلبسون ايش؟ يعني حجاب من يلبس قبل؟ يعني اثناء الصلاة ما تغطون يعني؟ لا لا مو اثناء الصلاة، يعني بالثمانينات بالدائرة يمكن من نطلع. اي. يعني ما محجبين قبل. اي يعني خارج الصلاة، اما في الصلاة تتحجبون يعني؟ لا لا مو بالصلاة، اي بالصلاة نتحكم بس من نطلع موظفين او نطلع يعني خارج المنزل. طيب يا ام حسين ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا. تفضل ام محمد من كندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك يا شيخ اريد ان اسال سؤال وفي نفس الوقت ارجو الدعاء لي والخطوه التي ساقوم بها. تفضل. ابتلاني الله العزيز بمرض السرطان منذ 3 سنوات، فتلقيت العلاج الكيميائي والإشعاعي، ومع أنه لدي متابعات طبية لمخلفات العلاج إلا أنني قررت الرجوع إلى وطني خوفا على بناتي، لأنه لا يوجد لدينا أحد في هذا البلد. وبعد استخارة طويلة دامت سنة كاملة اطمأنت نفسي للرجوع وارتحت، لم يبقى لرجوعي إلا بضع أيام، لكن سبحان الله يعني في الأيام الأخيرة اضطربت نفسي كثيرا كثيرا، وصرت لا أنام وصرت خائفة يعني على وضعي الصحي هناك، وأيضا على دراسة الابن الكبير الذي أصبح في دراسته متقدما بعض الشيء، ولم أفهم يعني سبحان الله، الله سهل لي كل الخطوات، لكن هذا الإحساس أصبح يؤرقني هذه الأيام. طيب يا محمد، بالنسبة للعلاج الموجود عندك تجدينه في بلدك؟ الحمد لله موجود. ها موجود. نعم. طيب يا محمد تسمعين الجواب وأبشر إن شاء الله. نعم تفضلي. دعاء يا شيخ يعني الله يبارك لي في هذه الخطوة، أرجو دعاء. طيب. كل عباد الصالحين الذين يسمعون. الله يحفظنا وإياكم، يكتب لك الشفاء والعافية. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت انتصار من الشارقة تقول بأن شقتها قريبة من المسجد مقابل المسجد، تقول نصلي التراويح فقط في المسجد وباقي الصلاة تقول أسمع الأذان وأسمع الإقامة وأسمع كل شيء، هل لي أن أصلي أقتدي بالإمام في المسجد؟ يا أخت انتصار لا بارك الله فيك، تشكرين على مشاعرك الطيبة وحرصك على الخير، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياك من الهدى والتوفيق والسداد.
لكن أختي ما 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 تصلين ما تقتدين بالإمام، لأن الصفوف غير متصلة بينك وبين الإمام، وأنت في لست مع الإمام ولا في المسجد ولا في حرم المسجد، وإنما في بيت آخر. لذلك كانت أمهات المؤمنين بيوتهن ملاصقة للمسجد، يعني على المسجد مباشرة، وما كنا يصلين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمجزوم المحقق أنهن كنا يسمعن تكبير النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما أذن لهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلين معه وهن في بيوتهن أو في غرفهن. فما تصلين بارك الله فيك، إذا أحببتي والمسجد فيه مكان للنساء تذهبين، وإلا صلي في بيتك. والحمد لله المرأة صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وزادك الله حرصا. أم خالد بارك الله فيها تقول بأن يعني لو أن امرأة عندها مثلا ألم في القدمين وراحت للعمرة ولبست حذاء نظيف وكذا، ما الحكم؟ ما فيها شيء أختي، الرجل والمرأة سواء، يجوز لهم أن يلبسوا الأحذية والنعال أثناء الإحرام، ما في بأس، تلبسين الحذاء وتلبسين النعال، الأمر في هذا جائز ولله الحمد، ولا شيء عليك في ذلك. أم خالد تقول يعني إذا كان الشخص يعني متعود أنه يثق ببعض العلماء، هناك علماء من بلد علماء من بلد آخر، تقول إذا أفتى مثلا أحدهما بفتوى خلاف الفتوى الثانية بمن يأخذ، مع أنه يحب الجميع ويثق بالجميع؟ يا أختي الفاضلة، المسائل الاجتهادية هذه مما يؤجر عليها أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمقصود بأن العلماء إذا اجتهدوا وصدرت فتوى، هذه الفتوى لا تتفق مع الفتوى الثانية، هذا لا يعني أن هناك خلل في الشرع أو في الدين أو في كذا، لا 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 أبدا، هذه المسألة راجعة إلى ذات المجتهد، لأن المجتهد عنده أدوات الاجتهاد، فأحيانا قد يقصر في الاجتهاد، أحيانا قد لا يحضره الدليل، أحيانا قد يكون عنده معنى آخر. مثلا يعني أنت ذكرت الآن مسألة قضاء الصلوات الفائت، عندنا الآن عندنا مذهب الجمهور ومذهب الإمام أحمد وبعض السلف ومن وافقه، الإمام أحمد ومن وافقه من السلف في الرواية الراجحة طبعا يقولون بأن تارك الصلاة ولو متكاسلا متهاونا فإنه كافر الكفر الناقل. إيش معنى الكفر الناقل؟ يعني الذي ينقله من الإسلام إلى الكفر، لأن النصوص كلها تشير إلى أن من ترك الصلاة ولو متساهلا أو متهاونا فقد كفر. الأئمة الثلاثة يقولون لا، هو يكفر لكن كفر غير ناقل، وإنما كفر عملي، بمعنى أنه يبقى عليه أحكام الإسلام. من هذا المنطلق تجد مثلا الذي يعتقد ويختار القول بأن الكفر هذا ناقل بالنسبة لتارك الصلاة، قالوا لا يقضي هذه الصلوات. لماذا يقضيها وهو أصلا قد دخل في الكفر والعياذ بالله؟ الذين يقولون لا هو كفر عملي يقول يقضي، لأن ذمته مشغولة بهذه الصلوات. فمن هذا المنطلق تجدين الآن كيفية اجتهاد العلماء حتى في قضية زكاة الذهب مثلا، حتى في قضايا كثيرة، الخلاف أحيانا الذي يوجد أحيانا يكون رحمة، أحيانا يكون رحمة. ولذلك يا أختي الفاضلة أنت تأخذين بمن يكون الدليل معه، إذا أورد دليلا صحيحا آية قرآنية أو حديث نبوي. وأيضا في المسائل المعاملات ينبغي للإنسان أن يستفتي قلبه، أحيانا تكون عندك معاملة أنت مشتبهة فيها فتستفتين شخص عالم يقول لك حرام، وتستفتين شخص آخر يقول لك حلال، أنت أصلا قلبك يميل إلى أنها شبهة وحرام، فهنا تأخذين بجانب الاحتياط لك بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أم سالم من الشارقة تقول بنتها حواجبها يعني حاجب أو من جهة أطول من الجهة الثانية وهي تقوم بترتيبها، ما الحكم؟ يا أختي الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصات ولعن المتنمصات، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين سواء بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بالليزر أو بأي نوع من أنواع الأخذ. استثنى العلماء ما فيه ضرر على العيون، مثلا إذا نزل على العينين يجوز للمرأة أن تأخذه. بعض العلماء يرى أن شعر الحاجب إذا كان مشوها بمثل الصورة الذي ذكرتي، يعني جزء طويل والحاجب الثاني قصير جدا، يرخصون في هذا، وإن كان يرون الترك أفضل والإبقاء على ما هو عليه، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الشارقة تقول هي عليها صيام قضاء من رمضان وتحب حابة تصوم 6 من شوال، ماذا تقدم؟ يا أختي محمد قدم القضاء بارك الله فيك، لأن ذمتك الآن مشغولة بالقضاء وليست مشغولة ب6 من شوال. صيام 6 من شوال سنة،
وصيام القضاء واجب، هذا واحد. الأمر الثاني أن الأجر الموعود على صيام ستة من شوال مترتب على صوم رمضان كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدار. فأنت ما صمت رمضان، صمت بعض رمضان، صمت بعض رمضان، فتحتاجين تصومين رمضان حتى تصومين ستة من شوال لتحصلين على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. طيب بعد هذا الفاصل أعود إليكم بإذن الله. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت أم حسين من العراق تسأل عن صلاة الكسوف والخسوف، يعني كيفية صلاتها أو ما الحكم كما يعني ذكرت أخت الفاضلة. بالنسبة لصلاة الكسوف وصلاة الخسوف، طبعا الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله جل وعلا، يخوف الله جل وعلا بهما عباده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي تخويف من الله جل وعلا. وحكم الصلاة بعضهم يرى بأنها فرض كفاية، وبعضهم يرى بأنها سنة مؤكدة، فيقوم الإمام فيصلي بالناس الصلاة المعروفة، طبعا ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجودان، يعني يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، ثم فيقرأ الفاتحة من جديد مرة ثانية وسورة أقصر من السورة الأولى، وفضك على الثانية نفس الشيء، طبعا سجدتين سجدتين، ونفس الشيء صلاة الخسوف صلاة الكسوف. طيب تفضل يا سمية من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا شيخ؟ ممكن، تفضل أختي. كانت يعني سألتك أخت من قبل بقالين، قالت لك عن صيام القضاء وستة من شوال. نعم. وأنا كنت يعني في أول شوال يعني كنت مسافرة، وبعدها جاني يعني العذر الشرعي، فالآن يعني الوقت الذي بقي لي لا يكفيني صيام ستة من شوال والقضاء، فهل يعني أستطيع أن أصوم ستة من شوال ثم أقضي؟ طيب يا أخت سمية. شكرا. مرحبا. تفضل من ناصر الكويت. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. الله يعطيك العافية فضيلة الشيخ. مرحبا أختي من ناصر. خير ويرحم والديك. والديك. ولا عليك أمر، الله يجزاك خير. ذاك اليوم أنا قلت لك عن الحنة اللي على أصابعي. إي. فهي طبقة مكونة طبقة. إي. يعني دامت أسبوع أحاول أشيلها أقشرها أدهنها، ما يعني ظلت أسبوع على أصابعي. طيب. ويا الله انها بعد اسبوع يا الله انها راحت، لانها مكونه طبقه، يعني مو انها يعني ما فيها شيء، لا مكونه طبقه. لكنها صبغ يا مناصر، صبغ على اليد. هو صبغ بس حنه سوداء، بس انها مكونه طبقه على ال. طيب. ايه. ثاني شيء الله يرحمها لك، اني صيام ما وضحت لي، او يعني انت ما فهمت قصدي. انا اقول لك ان ضاع علي يوم، انا كنت ناويته من شوال، ويوم قالت لي بنتي ان لازم تصومين القضاء، ف يعني راح علي يوم، ضاع بين النيه بين القضاء والشوال. يعني انت صمت يوم من ايام شوال وبعدين كملت القضاء؟ هي أنا كملتها كلها، بس طيب. أول يوم صمتها كنت ناويتها من شوال. إيه طيب واضح مناصر. قالت لي بنتي إن ها لا لازم تصومين القضاء اللي عليك. أبشر يا مناصر، أبشر، واضح. الله يجزاك خير. ثاني شيء ولا عليك أمر، الساعة لما أكون لابستها أو خاتم تحجب المي عن الوضوء. عن الوضوء تحجب الوضوء، فأنسى بعض المرات. وأنا اعتدت إني أقط الساعة والخاتم وكذا. إيه. بعض المرات ألبسها. فسبحان الله تحجب عندي الوضوء وأتذكرها بعدين. طيب. شو أسوي في هذه؟ أبشر يا مناصر، أبشر. الله خير ومشكور. مرحبا. تفضل يا صديق. عندنا سؤال يا شيخ. تفضل يا صديق، تفضل. في ليبيا عندنا 20 لتر بنزين ب3 دينار عن طريق المحطات الحكومية.
اخفض التلفزيون يا صديق بارك الله فيك، اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف. قلت لك عندنا في 20 لتر بنزين في ليبيا ب3 دينار. اي ناخذ فيها من السوق السوداء ب60-70 دينار لعدم وجودها في المحطات الحكوميه. لا مصير البائع وما حق المشتري ذنبه، وما ذنب المشتري. طيب يا صديق ابشر ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك. بارك مرحبا. طيب ارجع الى الاخت ام محمد من كندا، طبعا سمعتم يعني سؤالها ويعني بيان حالها. يا أختي الفاضل أم محمد، أنت أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأن يمن عليك بالاجتماع بأولادك. أختي الفاضل، ما دام أنك يعني استخرتي واطمأنيتي إلى الرجوع إلى أولادك وأهلك وبيتك، وأنا سألت قلت لك العلاج نفسه اللي تجدين هناك في بلدك، قلت نعم، فاجزمي بارك الله فيك على العودة، وإن شاء الله عودة سليمة وغانمة وسالمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا من الشيطان، لأن الشيطان دائما يحاول أن يضع العراقيل في طريق الإنسان. أنت ارتحتي واطمأنيتي ثم فجأة بدأت كذا، لا خلاص اجزمي، وما دمت الحمد لله أنك قررتي واقتنعتي بهذا واستخرت الله، فاجزمي بارك الله فيك وارجعي ولا شيء عليك، وستجدين بإذن الله العافية. وأكثري أخت الفاضلة من قراءة القرآن، قراءة آية الكرسي، سورة الفاتحة، المعوذات الأخير، هذه كلها أكثر من قراءتها. وأسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يمن عليك بالشفاء وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. سمية من الجزائر تقول بأن يعني سمعتني في البرنامج ما يتعلق بقضية صيام القضاء وكذا، تقول كنت مسافرة من أول شوال والآن الوقت ضيق بالنسبة لي، ما أستطيع أجمع بين القضاء وبين الستة من شوال. يا أختي الفاضلة سمية، إذا كنت تقصدين الآن لا في مجال، لأن احنا اليوم تقريبا 17 شوال، يعني باقي عندنا وقت ولله الحمد. فإذا كنت تقصدين الآن لا، الآن ابدأي بالقضاء ثم صومي 6 من شوال. أما إذا فعلا ضاق على الإنسان بقي عنده أسبوع فقط أو 6 أيام، بعض العلماء نص قالوا إذا ضاق عليه وأحب أن يصوم صام ثم يقضي بعد ذلك يعني من رمضان. وأنا طبعا على القاعدة التي أذكرها أرى بأنه ينبغي المبادرة إلى القضاء وترك صيام 6 من شوال، لأن القضاء هو المطالب فيه الإنسان، والسنة ما تقدم على الواجب، هذه القاعدة العامة المضطردة إلا في حالات استثنائية ذكر أهل العلم. أما القاعدة المضطردة العامة فما يقدم النفل على الفرض، وكذلك مسألة الأجر الذي ذكرته. اقضي الآن يا أختي الفاضلة، وإن حصل وقت فصومي شيء من شوال. أم ناصر من الكويت بارك الله فيها، يا أخت أم ناصر بالنسبة للحنة حتى لو كان ما دام الحنة السوداء الموجودة، يعني أم ناصر إذا مسحت يدك ما لصق فيها شيء الآن فما فيها شيء، وضوءك صحيح والحمد لله. هذاك الذي جرم، لا الجرم اللي مثل يعني الصبغ اللي مثلا الأصباغ هذه اللي يصبغون فيها مثلا، هذا هو اللي يسوي الطبقة عازلة. أما الحنة فتتشرب في البشرة وفي الجلد وتصبح لها حكم البشرة، ما عليك شيء، وضوءك صحيح والحمد لله. بالنسبة لليوم يا أختي أم ناصر اللي ذكرتيه، ما عليك شيء الحمد لله، هذا من شوال والحمد لله أنك صمتي القضاء. وهذا طبعا يقولون الحكم بعد العلم، أنت ما علمتي، علمتك البنت ورجعت إلى القضاء، فالحمد لله استمري وباقي عليك 5 أيام، إذا ما صمتيهم من شوال صوميهم بعد ما تنتهي من القضاء بارك الله فيك. يوم ناصر بالنسبة للساعة والخاتم، تقولين بالنسبة لأثناء الوضوء، الخاتم حركيه فقط ما يحتاج تخلعينه في الوضوء، حركيه فقط مجرد تحريك يجي تصبين الماء. أما الساعة فإذا كانت فعلا لاصقة على الساعد وفعلا ما ينفذ إليها الماء، هذا لابد أنك تخلعينه. وإذا صليتي توضيتي وأنت حاطة الساعة وفتحتيها ولا فيها مي، ما وصل مي الجلد، فهذا الوضوء باطل، يجب أن تعيد الوضوء بارك الله فيك وتعيدين الصلاة. أما إذا كان لا حديد وتتحرك مثلا والمي ينفذ من خلالها، ما فيها شيء والحمد لله، وضوءك صحيح، ما يشترط أنك تخلعينه. صديق من ليبيا بارك الله فيه، يعني أستعجل في الجواب عليه، يا أخ صديق هذا الفعل محرم، والبيع في السوق السوداء محرم، يضر باقتصاد البلد، يضر بالمواطنين، يفتح أبواب الشرور، يفتح أبواب الحرام، اتركوه بارك الله فيكم، ولا يجوز، كونوا لحمة واحدة، اجتمعوا على ولي أمركم، اجتمعوا على علمائكم، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنا وعنكم السوء والشر، إنه خير مسؤول. انتهى وقت البرنامج، أشكر في نهاية الأستاذ المخرج محمود
عفوا حازم محمود وزملائي في الاستوديو، أيضا لهم الشكر والتقدير، ولكم أنتم أيضا الشكر والدعاء على المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.